هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده في انخفاض طفيف في درجات الحراره بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. الطقس هيكون شديد الحراره نهارا ورطب على اغلب الانحاء وحار على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون مائل للحراره ورطب على اغلب الانحاء ومعتدل الحراره على السواحل الشماليه. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الجو النهارده. بالفعل الرطوبه ايه؟ طبعا بالفعل يمكن احنا بالامس كانت ذروه ارتفاع قيم درجات الحراره وسجلت العظمى على القاهره الكبرى في ظل 39 درجه مئويه، واكيد كانت محسوسه نتيجه وجود نسب رطوبه تجاوزت ال 41 وال 42 درجه مئويه، وده طبعا كان في القاهره الكبرى. يمكن كمان الارتفاع كان في معظم المحافظات نتيجه المرتفع الجوي اللي كان معانا في طبقات الجو العليا ومصادر الكتل الهوائيه شديده الحراره. من اليوم ان شاء الله متوقع يحصل انخفاض طفيف وتدريجي في قيم درجات الحراره، وخاصه في المحافظات الشماليه من السواحل الشماليه حتى محافظات شمال الصعيد، مرورا طبعا بالقاهره الكبرى، لان هيبدا ياثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود بعض السحب الخفيفه فترات الصباح الباكر، وايضا هيعمل على انخفاض قيم درجات الحراره زي ما قلنا بمعدل من درجتين الى ثلاث درجات، وهتكون اليوم العظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، لكن نسب الرطوبه هتستمر معانا بنفس الارتفاع او بنفس المعدلات اللي احنا كنا بنحس بيها خلال الايام الماضيه، لان ما زالت مصادر الكتل الهوائيه قادمه من على البحر المتوسط. نسب الرطوبة بتتجاوز 85% في الأماكن الساحلية، تتجاوز 80% في القاهرة الكبرى، لكن وجود المنخفض الجوي الموجود معانا في طبقات الجو العليا هيوزع الرطوبة في عمود الهواء ككل، فيقلل إحساسي بوجود نسب رطوبة موجودة في الجو، عكس المرتفع الجوي اللي كان معانا أمس وأول أمس بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض. بالإضافة كمان نشاط رياح، نبدأ نحس بوجود نشاط لرياح في معظم المحافظات، وخاصة كمان بعد فترة الظهيرة ده يقلل إحساسي بوجود نسب رطوبة في الجو. رغم الانخفاضات الأجواء هتظل أجواء شديدة الحرارة رطبة، لكن أقل حد بكثير من اللي احنا شاهدناه خلال الأيام الماضية. فهتكون شديدة الحرارة رطبة في القاهرة الكبرى، في الوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد، ومناطق من جنوب سيناء، فيما عدا طبعا الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط اللي بتكون الأقل في قيم درجات الحرارة، واللي بتتراوح فترة النهار ما بين 30 ل 32 درجة مئوية، ومحسوسة هتكون أعلى من القيم دي بحوالي من 3 ل 4 درجات. لكن هي حتى كمان رغم ارتفاع نسب الرطوبة وقيم درجات الحرارة المحسوسة هي الأقل في الجمهورية كلها في قيم درجات الحرارة، وأجواءها حارة رطبة فترة النهار. هنيجي كمان على فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، أكيد بيكون في مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحرارة. فترات الليل أجواءها ما بين المعتدلة الرطبة إلى المائلة للحرارة الرطبة، وده في معظم المحافظات، خاصة إن احنا هنلاقي نشاط الرياح اللي بيبقى موجود معانا في الأماكن المفتوحة بشكل كبير، الأماكن المكشوفة اللي احنا قلنا بيقلل إحساسي بنسب الرطوبة، فيخليني أحس بعض الشيء مش بشكل كبير، لكن خلينا نحس بنسمات الهواء اللي تلطف الجو وتحسسني بنسب رطوبة أقل. بالإضافة كمان احنا عندنا اعتدال سرعات رياح على البحرين الأحمر والمتوسط، البحرين معتدلين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير، عشان كمان بكره السبت والحد مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحراره. صحيح. عظمى على القاهره الكبرى ان شاء الله متوقع ان هي تكون 35 الى 34 درجه مئويه، فاجواء درجات حرارتها حول المعدلات الصيفيه المعتاده، يمكن كمان ال 34 اقل من المعدل. أيوة. يعني احنا 36 الى 35 دي معدلات الصيفيه المعتاده للوقت ده من السنه، مع طبعا وجود نسب رطوبه في الجو اللي بنأكد عليها دايما بتخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى، عشان كده احنا بنلاقي قيمه درجه الحراره المحسوسه في النشرات الجويه الناتجه عن وجود نسب رطوبه في الجو. لو انا اتحركت تحت اشعه الشمس اكيد هحس بقيم درجات حراره اعلى، عشان كده احنا بنأكد على كل الساده المواطنين لازم ناخد بالنا بقدر الامكان، حتى لو في انخفاض في الحراره فترات الظهيره من 12 الظهر ل 4 5 العصر نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. لو احنا مضطرين نبقى موجودين في الشارع في الوقت ده يبقى لازم يكون معانا غطاء للراس يحمينا من اشعه الشمس شمسيه او كاب. مهم كمان نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، ازازه الميه تبقى موجوده في ايدي على مدار اليوم، حتى لو مش عطشان اشرب ميه.
الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون. طبعا كمان نتواجد في اماكن جيده التهويه، ده يساعدني ان انا احس بنسب رطوبه اقل، قيم درجات حراره اقل. نستمر طبعا في المتابعه الجيده للمسارات الجويه، لكن نقدر نستمتع بالاجواء على مدار ال 72 ساعه اللي جايه، لان اعتبارا من يوم الاثنين واكثر يوم الثلاث تبدا هنبدا بقى نمسك موجه حاره جديده من يوم الاثنين. بالفعل هتبدا قيم درجات الحراره تكون اعلى من الارتفاع. المعدلات الطبيعيه وفي الارتفاع باذن الله. ونشكر حضرتك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، وطبعا نصائح مهمه جدا يا ريت ناخد بالنا منها. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهره العظمى متوقع تكون 36 والصغرى 26 والعاصمه الاداريه 36 25، الاسكندريه 31 23 والعلمين الجديده 31 22، مطروح 30 23 ودمياط 31 24، بورسعيد 32 24 والاسماعيليه 36 27. السويس متوقع تكون العظمى فيها 37 والصغرى 24 والعريش 33 23، كاترين 34 17 وطوبه 40 24، حلايب 38 29، شلاتين 41 28، شرم الشيخ 42 28 والغردقه 41 28. الفيوم متوقع العظمى فيها تكون 39 والصغرى 23 وبني سويف 40 23، الوادي الجديد 45 27 واسيوط 42 25، سوهاج 43 26 وقنا 43 27، الاقصر 44 28، كذلك اسوان 44 28. دي كانت درجات الحراره المتوقعه معانا النهارده.